اليوم السابع بقى أبرزت مخاطبة وزارة التربية والتعليم للمحافظين لتشكيل لجان أزمات في امتحانات الثانوية العامة. كل سنة وحضراتكم بخير. طبعا دلوقتي بدأت الاستعدادات القصوى على قدم وساق لامتحانات الثانوية العامة وامتحانات النقل، خلاص قربت تخلص، وامتحانات الثانوية العامة الجديدة أشارت لتصريحات رئيس الامتحانات دكتور رضا حجازي اللي أكد توفير البوكلت الاسترشادي الثاني على موقع الوزارة هيكون خلال أيام، وأعلن كمان عن إجراءات قوية لضبط سير الامتحانات.